يوم قعد سيدنا إبراهيم الصبح من نومه أخذ شوية خبز وشوية ميه وعطاها لهاجر، وخذت الولد ومشت به وصارت تمشي بالخلل حالها قريب من بير اللي قال له بير السبع لمنه ضيعت الدر. بس قضت الميه اللي ظلت معها حطت ولدها بظلال شجره صغيرة وقعدت قباله وهي بعيدة عنه مقراط العصا وقالت: يا رب ما أقدر أشوف ولدي يموت قدامي وأني ماني قادرة أسوي له شيء، ما أقدر يا رب ما أقدر، هذا ولدي ومالي غيره. هوني يا هاجر، لا تخافين على ولدك، لأن الله سبحانه وتعالى سمع صياعه وينادي عليه وارسلني لك. قوم ولدك وريحيه، لأن الله سبحانه وتعالى وده يسوي من عياله أمه كبير. الحمد والشكر لك يا رب، لأنك سمعت دعائي وسمعت صياح ولدي وفكيتنا من الموت. وفتح الله سبحانه وتعالى عيون هاجر وشافت بير ميه، وراحت تركض على البير وضوت ميه وسقت ولدها. والله سبحانه وتعالى ظل مع سيدنا اسماعيل وساعده بكل حياته وانعم عليه بالخير. وراحت ايام وجت ايام وكبر الولد وسكن بالصحراء اللي قريبه من مدينه العقبه بالاردن هالساع، وكان صياد زين بالقوس والسهام، وجوزته امه من بنت مصرية، وعقب جيسته جابت له 12 ولد.